مهما تكن الأفكار قوية فإنها ستضيع وتتلاشى إن لم تجد مسارا صحيحا لتؤتي ثمارها. وربما كانت الفكرة الصغيرة بداية لإنجاز هائل يضيء للإنسانية الطريق. وأنت ألم تتوهج في ذهنك الرؤية لتفتح الباب لإشراقة الأمل؟ إن كنت أحد هؤلاء المبدعين فبادر للاشتراك في مسابقة جائزة الإبداع العلمي برعاية مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله لرعاية الموهوبين.